السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، في صحه جيده، اموركم كامله، يا ربي تكون مزيانه. ومرحبا بكم في قناه سميره فاميلي. اليوم ان شاء الله فيديو جديد وحيله جديده. جيت نشارك معكم اليوم ان شاء الله الطريقه ديالي في التنظيم ديال الثلاجه والمنظمات اللي انا كنستعمل في داري وبعض الحيل، والطريقه ديالتي كيفاش كنمسحها، لان المواد اللي كنمسحهم بها ما غاديش نغسلها معكم اليوم، لانني يلاه غسلتها يعني يلاه نظفتها، ولكن غادي نقول لكم الطرق والمواد اللي كننظف بهم. بالنسبه لهذا الباب ديال الثلاجه الفوقاني، شوف بناتي هنا شنو حاطين فيه وشنو ملصقين فيه، هادو بعض الالعاب اللي شريتهم ليهم وكيلصقوا هنايا الحال هكذا. هنا بنتي الكبيره معلقه واحد الورقه كتب فيها احبك امي حتى انا كنبغيك من هنا حفصه، هذا واحد القلب حتى هو معلقه لها هنا بحال هكذا. هذه واحد الدعوه ديال المدرسه ديالها ديال العيد الام بحال هكذا صافي. ونبداو ان شاء الله نحلو الثلاجه بسم الله على بركه الله. نبدا بحال هكذا، عندي فاض الرف الفوقاني بحال هكذا، عندي هنا التمر، هاد البواطه هادي دايره فيها التمر، بالنسبه لهادي دايره فيها زبده بلديه ديال الفطور ديال الصباح، هادي فيها الفرماج ولا الجبن بحال هكذا. هاد المنظمات راه غزالين، ما غاديينش بزاف على ما كنتم كندير شي 7 دراهم اللي دايرين، ولكن زوينين بزاف، يعني انا شاريه منهم بزاف. عندي هنايا الزيتون مشرمل، هذا كنشري بحال هكا، كنشري هنا بحال هكا مشرمل بحال هكذا. الطاجره ملي كنبغي شي يعني كنخرجها بحال هكذا، كنهز داكشي اللي بغيت وكنعاود نردها كيف ما قلت لكم بحال هكذا. بالنسبه للرف التحتاني ولا الطاجره التحتانيه، هاد لي بواط غزالين البنات، فنين، واخا شويه الثمن ديالهم شويه غالي ولكن زوينين يعني يستاهلوا، دايرين 25 درهم، عندنا هنا في السوق ديال سلا، زوينين. الناس اللي كيعرفوا حين بيعات بخصوص شارع حسان او شارع واد الرمان كيتباعوا فيهم هادو عند صحاب الجمله، دايرين 25 درهم، راهم كبار بزاف. غنوريكم بحال هكذا، يعني هذا هو الحجم ديالهم، تبارك الله كتهز بزاف. هادي انا منظمه فيها، دايره فيها الفلفله، هادي فيها الفلفله، هادي فيها الخيار والفكوس بحال هكذا، عندي هنا واحد القرعه ديال الماء بحال هكذا. كيف ما قلت لكم هادو انا شارياهم ب 25 درهم، ولكن راهم زوينين. بعض المرات كنديرهم في الثلاجه، يعني كنضم بهم في الثلاجه، وبعض المرات كنغسلهم مزيان، نمسحهم، نعقمهم، وكنستف فيهم الحلوه. مثلا الا كانت مثلا شي عيد ولا شي حاجه كينفعوا ليا هكذا في الحليوات، حتى كدير فيهم الفقاص ولا غريبه ولا حلوه ديال العسل ولا اي حلوه كديريهم فيهم، يعني كيحافظوا على الحلوه غزالين وكيتسدوا مزيان. كيف ما كتشوفوا راه عندهم هذا طرطاقه بحال هكذا، غزالين ما كيخليوش نهائيا النفس انها تدخل. بالنسبه للرف التحتاني اللي تحت منه مباشره، حتى هذا عندي راه كيخرج بحال هكذا وكيعاود يرجع. بالنسبه للرف التحتاني عندي هنايا الدنجال، هادو انا شاريه منهم 4 بحال هكذا، يعني راه واخا داكشي راه مازال عندي مساحه هنايا اللي بغيت نحط مثلا شي حاجه اخرى. داكشي انا درت هادو، يعني كل جوج انواع ديال الخضره كنديرهم في بواطه بحال هكذا، نعاود نخرجها. هذا كما قلت لكم دايره فيها الدنجال، وهذه دايره فيها مطيشه. بالنسبه للخضره انا عندي الخضره كامله مغسوله نقيه ممسوحه ناشفه، عاد كنستفها في الثلاجه ديالتي بحال هكذا. وبالنسبه لهذا الرف التحتاني اللي تحت من هذا مباشره، دايره واخده هاد الشبيكات هادو، حتى هما واخده منهم بزاف، واخده في هذا الغوز، واخده في الابيض، واخده في الشيبي، زوينين. وهادو حتى هما رخاصين بزاف، دايرين 3 دراهم عند الناس اللي كيعرفوا مولمية، حنا معروف عندنا هنا سلاب بزاف مولمية، بحق هادو دايرين لهم غير 3 دراهم، حتى هما راهم كبارين وغزالين بحال هكذا. هادو الأغلبية كندير فيهم هنايا الديسير، دابا حطيت هنايا جوج كندير فيهم الديسير،
بحال هكذا على هذا الشكل هذا. بالنسبه للطاجينه التحتانيه نحلها معاكم، عندي فيها انا بالنسبه للبطاطا والبصله انا كنديرهم حتى هما في الثلاجه، ما كيخسروا لياش، ما كضرهم حتى شي حاجه، ما كيلواو وما كيخمجوا نهائيا، كيبقاو كيف ما كنشريهم كيبقاو مزيانين مخيرين. عندي هنا البصله بحال هكذا، كنحيد هذيك القشره الفوقانيه وداك التراب وداك الشيء كنحيدو ليها وكنصفها. وبالنسبه للبطاطا كنغسلها مزيان، كنغسلها مزيان بالشيته صافي، وكنخليها تنشف مزيان باش ما تخمش، وكنصفها في الشبيكه ديالتي بحال هكذا، كتكون مخيره بحال هكذا، غزاله كلشي نقيقي بحال هكذا. نجيو دابا ان شاء الله لهنايا. بالنسبه للباب ديال الثلاجه عندي فيه البيض كنصف بحال هكذا، وعندي هنا الحليب والشوكولاته ديال الدهن، عندي هنايا الخل بالانواع ديالو، عندي العسل، عندي الحامض مصير، عندي هاد القريعه هنايا دايره فيها الزيت ديال الكوكو حتى هي زوينه بزاف كنستعملها بزاف. وبالنسبه لهاد الطاجيره هاد التحتانيه هادي ولا هاد المجر هذا دايره فيه القهوه، دايره هنايا عندي هنا الزيتون كحل مشرمله يعني ديال الدار على اليد، دايره فيه زيت العود اولا زيت الزيتون، ودايره فيه دريسات ديال الثومه ومشرمله هذا كنفطروا به في الصباح. بالنسبه لهاد القرعه الكبيره حتى هي عندي عامره بالزيتون البلدي زيتون كحل، حتى هو مشرمله التشميله ديال الدار، حتى هو فيه شويه ديال الثومه، قزبر، حبوب يابس، الكمون، الملحه والحامض مصير صافي، كنشرملهم مزيان وكنديروا فهاد القرعه كبيره بحال هكذا وكنستعملوه. بالنسبه لهاد القرعه هذه هادي عندي فيها السمن ودايره فيه هنايا التاريخ ديال يعني فوقاش التصاوب بحال هكذا. هنا عندي قريعه ديال الماء، وكيف ما كتشوفوا يعني منظمات اللي بساطين وساهلين وفي متناول ديال الجميع، كل سيده تقدر انها تشريهم، ماشي شي حاجه اللي غاليه ولا اننا خصنا نخطو عليها الترونسبور باش نمشيو نشريوها بحال هكذا، يعني حويجات اللي هما بساطين وعاديين، وكل سيده والتنظيم ديالها وكل سيده والاختيارات ديالها. وتبارك الله المنظمات كثارين بزاف في السوق، يعني كتحيري وكتحير العين انك هنا شو تختار. انا كما قلت لكم هذه المره انا شاريه هادو، مره اخرى عاوتاني ان شاء الله الا بدلتهم ولا شي حاجه ونعاود نشاركهم معكم. بالنسبه للمنظف اللي انا كنغسل به الثلاجه ديالتي فهو منظف واحد لا يعلى عليه، واللي هو الخل. عمركم ديروا المواد النظيفه اللي كتكون قاصحه بزاف على الثلاجه تقدر تحفرها لكم ولا شي حاجه، الخل ما كاين ما احسن منه، زوين بزاف. كديروها في الفابور ولا كديروها في بخاخ، كترشوا الثلاجه ديالك كطفيو الثلاجه ديالكم كترشوها به، كتخليوها واحد الساعه ديال المكانه كترشوها، كتكون تم طبيعه الحال كتكون طافيينها، كترشوها واحد الساعه ديال المكانه مزيان بالخل صافي. من بعد كتاخذوا شي فونه اللي شي شويه كتكون حرشه وكدوزوا عليها مزيان، ولا الحلفه ديال الماعن كدوزوا عليها مزيان صافي، حتى كتنقى لكم مزيان، كتمسحوها مزيان بالماء صافي، وكتبقى لكم تبارك الله كتقشع. ومن الاحسن دائما فوق ما توسخ لكم الثلاجه يعني ما تخليوهاش حتى حتى تعلق وتولي موسخه، لا حنا نقولوا مره في السيمانه الانسان يدوز عليها زويف هكذا فازك، يخرج لك البواطات كاملين داكشي كله يخرجو يحيدو يمسح كلشي صافي، ويعاود يستف وينظم التليجه ديالته. وبحال هكذا كما قلت لكم التليجه ديالي، من بعد واحد الحيله هي كنديرها، وانني كناخذ يا اما طريف ديال الفاخر كنحطو في الثلاجه، ولا كناخذ نص حامضه وكنتك فيها القرنفل وكنحطها في الثلاجه ديالتي، يعني كتمتص ليا جميع الروائح اللي ماشي مزيانه واللي كتديرها مثلا بقايا ديال الماكله ولا بقايا ديال الطعام كتمصهم كاملين، كتخلي الثلاجه ديالتي نقيه وزوينه. يعني فوق ما كتحليها كتلقاي فيها الريحه غزاله. نتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، شكرا بزاف بزاف على حسن المشاهده، وإلى اللقاء فيديو قادم وحيلة قادمة إن شاء الله. ما تنسونيش ملي لايك وبارتاج باش الفيديو يشوفوه بزاف ديال الناس، وتعمل إفادة علينا كاملين إن شاء الله يا ربي. وسنة هجرية مباركة على جميع الأمة الإسلامية والأمة العربية كافة يا ربي. وإلى اللقاء فيديو قادم وحيلة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.